الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع سنة ابن ماجه، نسأل الله الذي فعله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، هذا حرص عجيب، وذاك فضل الله يأتيه ما يشاء، نفع الله بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل القبر. روى المصنف بسنده عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، بسند في شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله ضعيف أصالة، لما استلم القضاء اشتد ضعفه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث في النسائي طويل وهو صحيح، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وقال: حدثنا محمد بن عباد ابن آدم من ثقات، قال: حدثنا أحمد بن عبد هو من ثقات الأسباط، قال: حدثنا سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن علقمة بن مرصد وهو من ثقات، عن سليمان بن بريدة أيضا من ثقات، عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والباب الذي يليه قال: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. رأى بسندي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقعد حيال القبلة. ورواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فانتهينا إلى القبر، فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. رواه حديث طويل جدا، فتكلم على مسألة سؤال الملكين للمقبور. هذا الباب الثاني. الباب الأول باب فيه الهدي، في الهدي عند دخول وزيارة القبور. وزيارة القبور كانت ممنوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. هنا التعليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها، وقلنا بأن الفاء هنا تعقيب، إذا كان هناك وصف يعقب حكم فعل ومرتبط بالفاء، فاعلم أن هذا الوصف تعليل، فاعلم أن هذا الوصف على التعليل، يعني إلا فزوروها فإنها تذكر بالموت. وهذا التعليل جعل بعض العلماء يقول التعميم أوفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: هن شقائق الرجال في الأحكام. والتعليل كانت تذكر الموت، ليس المقصود أن يذكر الموت الرجال دون النساء، فالنساء أيضا يذكرن الموت، لكن جاءت الأدلة النص التي تنص على معنيهن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول المعطية، قالت نهينا عن اتباع جنائز فلا يعزم علينا، ونهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، وأيضا لعن الله زائرات القبور، وهذا حديث ضعيف. الصحيح لعن الله زوارات القبور أو زوارات القبور، قرأها الحنابلة والشافعية زوارات القبور على النسبة، ولو كانت على بابها زائرات القبور قلنا يعني السماح لها مرة ومرة ثانية يجلب الزيارة المستمرة فتدخل في اللعن، وتكون وسائل أحكام المقاصد، فهي تتذكر الموت حين الصلاة على الميت. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنه يستحب زيارة القبور، ومن هدي النبي السلام على أهلها، وأيضا الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور ملئت ظلاما، الله تعالى يملأها نورا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولذلك أمر أن يذهب إلى البقيع وأن يدعو أهل البقيع. والزيارة القبور إذا كانت وفق السنة انتفع بها الزائر الحي، يعني انتفاع الأصيل للميت، يشفع له ويدعو له وهو أحوج ما يكون إلى دعائه، وينتفع بها الحي بالعظة والعبرة وتذكر الموت، وكذلك تذكر الموت
يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، وإن كان صالحا يصلح أكثر من مما كان، وإن كان يعني متسابقا على الخيرات يتنافس أيضا على الصالحات والطيبات، وإن كان متقاعسا تزيده الهمة، لأنه مقبل على ربه جل في علاه، ومن عاش على شيء مات عليه، والأعمال بالخواتيم، وينتفع بها أيضا الأموات، فإن الزائر يتذكر الموت فيسعى إلى الخيرات، وأما الأموات فإنهم يشفع لهم عند دعائه لهم، فينتفع الميت بدعاء الحي له بالمغفرة والرحمة، هو أحوج ما يكون إلى ذلك، أحوج ما يكون إلى دعاء الحي. وقد يستأنس الميت بالحي حين الزيارة، وما في أدلة على ذلك صريحة، والزائر ليس له إلا للتعاظ والعبرة والعظة، وأن يتذكر أنه سينزل لهذا المكان، وفي هذا المكان يأتي ملكان يقعدانه فيسألانه فيقولان يعني من ربك وما دينك وما تقول في الفراج الذي بعث فيكم، فإن كان صالحا انطلق كالسهم في الإجابة، وإن كان غير ذلك قال ما دريت، قال لا أدري، قال الناس قولا فقلت فيضرب مرزبة بين عينيه فيصرخ صرخة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، يقال قد علمت لا دريت ولا تريت وقد علمنا أنك تقول ذلك، والذي يملك الحي للميت هو أن يدعو له، وهذه تخفف عنه أو ترفع عنه وترفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في هذا الباب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق الجارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الإشكال أنه قد شاع وذاع بين الناس الضلال المبين، أنه يذهب إلى هناك يتبرك بالقبور وينذرون لها ويذبحون لها، وبعد ذلك يتعبدونها من دون الله، يسألونها المدد والغوث ويرفعون حاجاتهم لهم، يظنون بذلك قضاء الحاجات وسد الخلات بما يفعلون للمقبور، وهذه أم الأساويس، يعني هذه المسألة القاسمة للظهر، لأنها هادمة للتوحيد، فيجعلون من المقابر مكانا للدعاء، مكانا للتبرك، مكانا للنذر والذبح غير الله جل في علاه، وطبعا مكانا للاستغاثة بهؤلاء الأولياء، وإن كانت الاستغاثة وحدها وطلب المدد منهم وحده كفر، فإنه أيضا يتضمن كفرا آخر، هذا كفر في الإلهية، يتضمن كفرا آخر وهو كفر الربوبية، لأنه ما يدعو أحدا ميتا إلا هو يعتقد فيه أنه يتحكم في الكون، فإلى الله المشتكى من هذه الجهالات التي عمت وطمت. وقد بين في الحديثين أن السنة السلام على الأموات في القبور، بأن الزائر يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي الرواية يقول إنما نحن فرط، إنما أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه تسلية للأموات ودعاء لهم، وقد يكون شفاعة عظيمة لهم، وتذكير أيضا للأحياء بأنهم لاحقون، وأنهم أوتوا العافية الآن، وأن الله تعالى أمهلهم وأخرهم، فيسارعون بالفيئة والتوبة إلى ربهم جل في علاه، ولسان حالهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وليعلم كل امرئ أنه هذا مآله، أنه لا يفوت من الموت، محمد وحده، محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، لم يفوت منه، ولذلك وهذا الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما تفون أجوركم يوم القيامة. وفي الحديث أيضا فيه دلالة واضحة جدا كما قلنا على استحباب زيارة القبور للرجال، وأيضا استحباب السلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، وفيها أن الدعاء لهم أو السلام عليهم كالسلام على الأحياء، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو يا أهل دار المؤمنين والمسلمين. ويبقى لنا لفظة أنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجزما أنهم لاحقون، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فجزما سيلحقون بهم،
جزما سيموتون، هذا جزما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وهو جزما سيلحق بهم، لأن الله كتب على الأحياء الموت، كل نفس ذائقة الموت. قد قال تعالى ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهو قال إن إن شاء الله بكم لاحقون، العلماء يقولون هذه المشيئة للتبرك، لأن الجزم أنهم راجعون، فتكون هذه للتبرك، وهو العمل بقول الله جل وعلا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويمكن أن يقال إن إن شاء الله بكم لاحقون على أساس أن وقت القضاء انقضاء الأجل لا يعلمه أحد إلا الله، لذلك قال إن إن شاء الله بكم لاحقون على جهالة التوقيت الذي تكون فيه الوفاة، لأنه لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وقد قال بعض العلماء هذه دلالة على أن الاستثناء مستحب في كل أحواله حتى في الأمور المجزوم بها، لأن هذا أمر الله جل في علاه، فيستحب الإنسان أن يأتي به حتى لو كان في الأمور المجزوم بها، لأن الله جل في علاه قال لا تقولن ولا تقولن شيئا إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. آمين رب العالمين. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، جزاكم الله خيرا. نعم. أما في الباب الثاني وباب في الجلوس في المقابر، وكأنه يقول أين يجلس، المسألة أنه جلس أن الإنسان ينكت بعود، وهذا سراء طويل جدا في هذا الباب. هنا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبر في الاستقبال، وطبعا كل هذا تجهيز وتهيئة لاستقبال الميت، فهو ينزل برأسه ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال فانتهينا إلى القبر فجلس، وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير، وهذا من أدب الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أدب ووقار وسكون، وأيضا استحضارا لهيبة الموقف، وأن الميت سينزل، وإذا نزل وأهيل عليه التراب، عندما يهال عليه التراب، يعني إذا أغلق الباب وأهيل عليه التراب عند إهالة التراب، هنا يأتي ملكان سوداني أزرقان يأتيانه فيجلسانه فيقعدانه فيقولان من ربك ومدينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ولذلك قال كأن على رؤوسنا الطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيال القبر مستقبلا القبلة، ولكن الصحابة الكرام يلتفون حوله، لأن حديث أحمد في المسند قال فجلس وجلسنا حوله، حديث البراء العظيم في مسند أحمد طويل قال فجلس فجلسنا حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيال القبر أن قريب من القبر، حيال القبر مستقبلا القبلة، فكانت الجلسة مستقبلا أو هي استقبال الجلسة مستقبلا فيها القبلة، وكانوا يجلسون حوله يتحلقون حلقا حوله، هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمة الأدب في جلوسهم كأن على رؤوسهم الطير بالسكينة والوقار وهيبة الوضع والمكان، وأيضا النظر إلى مآلات الناس بأنهم سينزلون إلى هذا المحل ويسألون. وكما قلنا المقام مستدعي للهيبة والوقار ومستلزم للخشوع، أيضا للمسلمون مكلومون في هذا التوقيت، فتكون مواساة بين المسلم والمسلم والمؤمن، أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، والمثل منا في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد. الفوائد المستنبطة من البابين: زيارة القبور مستحبة متأكد في استحبابها للعظات والعبر، الميت لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، بل هو يحتاج إلى شفاعة هؤلاء الأحياء بدعائهم، لأن بدعائهم يخفف الله عنهم أو يرفع درجتهم. آدب الصحابة لحال المقام وأيضا للاجتماع حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.